حياكم الله اعزائي المشاهدين واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه ياتيكم من استديوهات المركز الجامعي للاتصال والاعلام في جامعه الملك فيصل ومن رحاب المكتبه المركزيه بالجامعه نطل عليكم. هذه الحلقه هي الجزء الثاني من لقائنا الشيق مع سعاده البروفيسور عبد الله بن عبد الرحمن العبد القادر حيث نتحدث حول ملك الاعضاء. حياكم الله اعزائي المشاهدين ونجدد الترحيب بالبروفيسور عبد الله بن عبد الرحمن العبد القادر اهلا بك دكتور اهلا وسهلا عبد الملك مرحبا بكم دكتور دعنا نتحدث عن ملك الاعضاء بعيدا عن الطب قليلا وعن النواحي العلميه والاكاديميه ودعنا نقف امام الطب في تجلياته المختلفه كثيرا ما نسمع قلب محب وقلب حقود قلب مؤمن قلب شجاع وجبان لماذا القلب هو ما تسند إليه تلك الصفات في رأيك الحقيقة أخي الكريم سعد بن الملك أنت قلت بعيدا عن الحقل العلمي الحقيقة لا يمكن الفصل لا لأن نتكلم عن وحدة واحدة إنما العلم جزء من كينونه الحياه مه. والمشاعر البشريه عندما نتحدث عن المشاعر البشريه والسلوك البشري هي هي كذلك جزء من الحياه، فالعلم منغمس فيها والاليات العلميه هي التي تحكم هذه الاشياء، انا اقصد بها المشاعر مه. والسلوك البشري. اذا لها ارتباط علمي؟ نعم مه. نعم نعم، احنا أنا الحقيقه انا دائما اقول في المحاضرات الغير طبيه، مه. انا اقول ان الامم السابقه وفقت وقد يكون هذا نوع من الحدس او الذكاء البشري إلهام الذي منح الالهام إلهام اشكرك إلهام الالهام انا اترجم اعمل بحث مع اثنين من العلماء الامريكان عن هذا الموضوع واترجم بحث باذن الله سيخرج الى باللغه العربيه حديثا وارجو يعني ان يقرا لاهميته آه قد يكون هو نوع من الالهام الامم السابقه ما لديها من العلم عندنا يعني إلهام إلهام وانا حقيقه لست من من, من علماء الشرع ولكن عندما اتحدث عن الحضارات البشريه وأتحدث عن ما قاله مثلا السلف في موضوع القلب البشري وأخص وأخص بالسلف باب عجائب القلب في أحياء علم الدين لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي حقيقة كتب في هذا ما آآ يعني آآ أرجو من جميع من يستمع إليه في هذا السياق سياق المشاعر البشرية أن يقرأ ما كتب أبو حامد الغزالي والله يا أخواني عندما قرأت على العلماء الأمريكان قالوا هذا سنة كم؟ <applause> قلت لهم هذا قبل ألف عام فكان موضوع استشراق واستبصار عجيب حقيقة <applause> وموضوع الاستبصار موضوع, موضوع معرفة كينونة الأشياء قد تكون زي ما تفضلت إلهام فالحضارات السابقة كلها تحدثت عن القلب البشري على أنه مركز العقل والحب والكره وأتى, وأتى, وأتى القرآن الكريم فتحدث عن ككفر وإيمان وزيغ وفساد وما إلى ذلك من مشاعر البشرية هي في النهاية تلك المضغه مهو. التي تحدث عنها أبو حامد الغزالي وقال لطيفة روحانية ربانية لها بهذا القلب الجسماني تعلقا عندما قال لها بهذا الجسم الجسم بهذه المضغة تعلقا كان كأنه كان يتحدث عن ما نقول أو ما نسميه الآن بالإنرجيتيك هارت أو القلب قلب الطاقة قلب إنتاج الطاقة مهو. فهي في النهاية اللي تفضلت فيه المشاعر البشرية هي عبارة عن فيزياء نعم حتى موضوع الحب والكر عندما تدخل احيانا الى مجلس من المجالس قد تكون تعرف واحد ولا اثنين والبقيه لا تعرفهم م. تحس بانجذاب الى اشخاص لا تعرفهم ما سبق ان قابلتهم م. وقد وقد تحس بنفور دكتور لو لو نبسط يعني هذه الجزئيه للمشاهدين ببساطه شديده القلب م. البشري م. القلب البشري وهذا ما اتى به ملك الاعضاء مؤتمر ملك الاعضاء طبعا طبعا نحن كاي محطه من المحطات العلميه في التاريخ البشري استفدنا ممن سبقنا وسيستفيد منا من ياتي بعدنا. لا شك. طبعا نحن يعني ما طلعنا فجاه الى العالم لكن لكن هي محطه من المحطات الهامه في تاريخ العلم علوم طب القلب انا اعتقد مرحله ملك الاعضاء. القلب البشري يتصل يتصل بالعالم الداخلي والعالم الخارجي عن طريق أربع طرق الطريق العصبي المعروف عن طريق العصب المعروفة وأخص بالذكر الفيغاس نيرف أو العصب الدماغي العاشر الطريق الكيميائي عن طريق السيرات العصبية وطريق الطاقة و طريق الموجات الكهرومغناطيسية. اذا هو تفاعل بينهم ينتج هذه هي المشاعر. هي, هي هي اقولها باللغة الإنجليزية هي مه. عبارة عن نيرولوجيكال وأندوكرينولوجيكال و وأنرجيتيك. فعندما نتحدث عن المشاعر البشرية مه. المشاعر البشرية يا أخي الكريم مه. مه. آه هي أنا سألقي طرف من الحديث لا أريد أن أتحدث في محور قادم. مه. ولكن المشاعر البشريه يعني انا انا اقولها بكل ثقه ان هذا القلب آه الذي هو ملك الاعضاء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في موقع في غايه الاستراتيجيه وجود القلب البشري الموقع هذا موقع مش ذكي موقع خطير جدا يعني لو كان آه آه مثلا نازل او طالع او يعني عندما نتحدث عن الجسم البشري تقول وين وين المركز قد تشير الى مه. السره مه. وهذا غير غير صحيح في مه. فيما يتعلق بالتحكم ببقيه الاعضاء مه. هذا الموقع الذي هو على في الوسط على اليسار قليلا هو الافضل وهو مه. الاروع مه. فالقلب يسيطر على بقيه الاعضاء مه. ويتواصل مع الاخر البيئه القريبه والبعيده مه. وعندما اقول القريبه اقصد انا وانت والزملاء مه. مه. وعندما اقول البعيده اتحدث عن البيئة البعيدة يعني نحن وصلنا إلى طبقة الايونسفير اللي هي على بعد 250 كيلو متر من عندنا فوقنا ولكننا نعلم منها بعد من ذلك فالقلب البشري المشاعر البشرية هي عبارة عن كتلة من الموجات عندما تريد ان ان تسمع مثلا الاخبار او خبر ما في في الراديو ماذا تفعل؟ تبحث عن التردد صحيح فانا بس ابي الناس يذكرون الكلمه هذه التردد التردد القلب البشري سر الذي يفسر كينونه كينونه القلب البشري كونه مصدرا للمشاعر والسلوك البشري هو ما يتعلق بالترددات فالترددات هذه كيف يحصل الحب والكره وال إلى درجة العشق العشق هو عبارة أه. في تفسيري أنا أه. وتفسير زملائي هو عبارة عن درجة من التناغم الموجي الشديد أه. في واحد من زملائنا ما ذكرت حقيقة أه. وهو من أبرز العلماء أه. كوستانتين كوراتكوف من العلماء أه. الروس أه. عمل تجربة رائعة أه. أه. جمع اثنين عاشقين رجل وامرأة أه. وخلى في مبنى كبير وخلى كل واحد في, في, في غرفة أه. ومتباعدين أه. وكانت كتل خرسانية بينهم فطلب منهم أن يبعثوا نوع من المشاعر فحصل بدقة شديدة تواصل بين القلبين عن طريق هذه الموجات اللي أقول لك عليها هذا في جزئية في جزئية أخرى هذه التواصلات في لها جزئية لا, لا علاقة لها لا بمكان ولا بزمان وهي آلية الحدث اللي تحدثنا عنها دكتور يعني القلب يعني في الادب كان موطن دائما للعشق والحب والهوى فهل فعلا هو موقع لتلك المشاعر وهذه التجربه لو نلقي الضوء عليها اكثر تجربه هذا العالم الروسي نعم الحقيقه الموضوع الموضوع اكثر من ان يشرح في دقائق هذا اللقاء ولكن عندما نتحدث عن المشاعر البشريه نحن نتحدث عن اطوال موجيه فالمشاعر البشريه تتناغم مع الاخر الحب والكره والزيغ والفساد موقعه القلب وحتى الذاكره موقعها القلب ولدينا من الادله بدايات الادله تدل على هذا الامر فالكلام هذا اللي احنا نقوله ما نقوله انت اخي الكريم تتحدث عن المشاعر البشريه والحب والكره بين الناس الموضوع اعمق من هذا الموضوع معرفه الاليات هذه يعني نحن على ثقه كبيره انها ستغير من الممارسه الطبيه. دكتور الان تحدثتم عن قياس نبض الارض لو نقرب الموضوع اكثر للساده المشاهدين. ببساطة شديدة عندما اريد ان اريدك اخي الكريم ان تتخيل ثلاث اجزاء. تخيل الشمس كوكب نجم الشمس الضخم والكرة الارضية وما بينهما. الشمس فيها نشاط دائم يعني هي عبارة عن كتلة ملتهبة دائمة الالتهاب. فهذا الالتهاب يبعث كمية ضخمة من الرياح مه. هذه الرياح بفضل الله سبحانه وتعالى تصطدم طبعاً ترسل مه. وتصل إلى كوكب الأرض خلال ثمان دقائق مه. عندما تصطدم بالغلاف الجوي تؤين الغلاف الجوي ببساطة شديدة يعني لا أريد التعقيد فيها تؤين الغلاف الجوي تأيين هذه المنطقة المتأينة سمكها مه. تقريباً 200 كيلومتر فهذه الطبقة المتأينة مه. هي الحقيقة موضوع النقاش اللي نتحدث عنه نحن نعتقد الآن من خلال ما توصلنا إليه من قليل من العلم أن العلاقة بين القلب البشري والأكوان الخارجية بقدر الله سبحانه وتعالى آه هي نقطة اتصالها هو شومان ريزونانسز وأشياء أخرى لا أريد أن أتحدث عنها مه. ولكن هي الأطوال الموجية و وعلاقة تلك الأطوال الموجية بالقلب البشري عندما يحدث عندما يحدث مثلا خلينا نتكلم على تردد واحد سبعة وثمانية من عشرة مه. هيرتز آه سبحان الله العلي العظيم هذا 87 من عشرة له علاقة كبيرة بنشاط القلب والدورة الدموية مم. وله علاقة كبيرة بمنطقة الفص الأمامي من الدماغ دكتور من يقترح أن هذه يعني فرضية من من المبالغات؟ آه لغة العلم <applause> لغة العلم ولغة الأرقام طبعا مم. طبعا الفرق بيننا وبين زملائنا ما مم. سبقنا من الأزمنة مم. أنهم كانوا يتكلمون على آآ آآ مشاعر مم. احنا بدأنا نتكلم عن أرقام وتحليل إحصائي لان يعني احنا عندما ذهبنا الى الاحصائيين المتخصصين في الاحصاء اعطيناهم ارقام وموجات وسجنلز فعلى هذا تم النشر العلمي مثل هذا الكلام والحقيقه الذي تدعمه التجربه البشريه تدعمه التجربه الشرعيه ولكن الله سبحانه وتعالى مكنا من اثباته مم. بلغه الارقام. دكتور لو قراناها من جهة أخرى، هل التحكم في آه يعني المؤثرات هذه قد قد بالنتيجه يحصل تحكم ايضا في هذه المشاعر؟ لو غيرنا في لعبه المكونات هذه نعم. ستغير المشاعر؟ نعم، مش بس المشاعر، المشاعر مم. والصحه العامه. مم. نحن الان في في المملكه العربيه السعوديه هل اجريتم ابحاث على ذلك؟ نعم، يعني. نحن الان عندنا بحث ضخم مم. له ثلاث أضلع الضلع الاساسي هنا في السعوديه والقياده له مم. مم. وهناك ضلع في في روسيا وضلع في الهارت ماث في امريكا ونحن الان عدينا السنه الاولى من هذا المشروع مشروع اللي هو ارتفاع الضغط وامكانيه التحكم فيه عن طريق نظم نبض القلب طبعا النتائج آه الاوليه نتائج مبهره، يمكن من خلال تدريبات معينه م -م هي نوع من التجلي تركز على منطقه القلب وتاخذ نفس بطريقه معينه، م -م ممكن تصل الى مرحله الطمانينه القلبيه، والطمانينه القلبيه هذه للعلم م -م لاول مره في تاريخ الطب يمكن م -م ان تراها على الشاشه. م -م تراها على الشاشه. وحتى سبحان الله العلي العظيم التباين النبضي في لحظات الانزعاج والغضب تبان كانها طفل او انسان غاضب شخابيط وعمليه عدم انتظام عندما تدخل في الطمانينه نبدا في ما نسميه الساين ويف او الموجات المنتظمه هذه هي مرحله الطمانينه التي ثبت لدينا و نشر هذا علميا في مه. مارش عام 2012 مه. وهي طريقه يعني اقول للاسف ولحسن الحظ متبعه في امريكا واوروبا باسمنا طريقه لتخفيض الضغط من غير ادويه قد لا يعلمها كثير من ابناء بلدي مه. في المملكه العربيه السعوديه مه. اللي هي على طريق طريقه طريقه الكارديك كوهيرنس او الطمانينه القلبيه واثرها على <applause> الـ على الـ الضغط. نوضحها اكثر دكتور هذه نوضحها اكثر، <applause> احنا في في مركز الامير سلطان اجرينا <applause> تجربه على ستين شخص وقسمناهم الى ثلاث مجموعات، مجموعه <applause> المجموعه منهم تاخذ ادويه ومجموعه تاخذ تدريبات الاعتياديه او <applause> او النصائح الاعتياديه لتخفيف وزن وجري و <applause> و و، والمجموعه الثالثه كانت تؤدي تدريبات القلب اللي هي الكارديو كوهيرنس <applause> وصلني الى نتيجه احصائيه مذهله ونشرت كبحث ابتكاري وهي طريقه م الان ممكن حتى اي احد من الساده المشاهدين اللي يعني عنده رغبه في معرفه المزيد يدخل عبد القادر وهايبرتنشن ويطلع له المقال على طول منشور في الجلوبال ادفانسز وهي طريقه متبعه لتخفيض الضغط من غير ادويه دكتور بالحديث عن الطمانينه يعني كيف نثبت ان القلب يوازي العقل هذه الجدليه القائمه بين القلب والعقل كيف نثبت أيضا أن القلب هو مركز التحكم وليس العقل من خلال هذه الجدلية القائمة من السابق وحتى الآن نعم طبعا يعني العلم لغة العلم, يع العلم يعني, يعني العلم يعلو ولا يعلى عليه وكما يقال الحق, الحق أبلج فإحنا عندما نتحدث عن, عن هذه الأمور لا نتحدث عن, عن ميول شخصي أو رأي شخصي احنا الحقيقه وهذا جزء بفضل الله سبحانه وتعالى من قوتنا الضاربه احنا نتحدث بلغه الموجات مه. ونتحدث عن مختبر ونتحدث علمية. نتحدث عن اطوال موجيه هذا قبل هذا 0.3 سكند 3 من عشرة من الثانيه مهمه جدا في الجسم البشري مه. او ثانيه هذا مهم جدا في الجسم البشري فهذا ادله قاطعه مه. لدينا من الادله العلميه ما يثبت ما يثبت ان الانسان اللي حتى مقفل عيونه ويشتغل على كمبيوتر في تجارب منشوره علميا حتى <متحدث> <متحدث> آه 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 أن, ان ان الاشاره يتلقاها القلب يتلقاها القلب قبل الدماغ بواحد وثلاث من عشرة ثانيه. <متحدث> دكتور يعني هل القلوب هذه تتشابه تختلف؟ هل مم نحن بصدد بصمه للقلب؟ لا شك عن طريق الاطوال الموجيه، القلوب تتشابه وتختلف، يعني كيف كيف انت عندما تتحدث عن المجموعات البشريه المجموعات البشريه المتجانسه وخصوصا في اوقات الازمات اوقات الحروب او اوقات الروحانيه مثل وقت الحج زين هناك ادله علميه يعني انا لا اريد ان اقول قاطعه الى ان نخلص من التحليل لان احنا في صدد التحليل جزء كبير منها لان هناك دلائل علميه يعني قويه تثبت ان ان تجمعات القلوب البشريه تؤدي الى حاله من التناغم بين المجموعات البشريه سواء في السلم او في الحرب دكتور بالحديث عن القلب يعني هناك في عمليات استبدال القلب هل تنتقل تلك الصفات الى الجسد المستضيف هل يبقى متلقي القلب هو الشخص ذاته التغيرات اللي ممكن تطرا كيف كيف نفهمها أنا أعتقد أن ذاكرة الخلايا ليست هنا ولكنها هنا في القلب نعم وهذا كلام قد يكون خطير لأن يتحدث ويستمع لي علماء الأعصاب وقد يقول لي أحد الزملاء يقول أنتم تبون تسحبون البساط تحت رجلنا ولا كيف؟ يعني حتى هناك يعني طالما أن المستمعين والمستمعات طبقات المجتمع مختلفة أريد أن أذكر أن هناك إشارة قرآنية إلى أن الذاكرة في الصدر وليست في في منطقة أخرى وإذا بعثر ما في الصدور وحص وإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور حتى أنا يوم قلتها للدكتور زغلول نجار الله يمسيه بالخير يعني وبعض بعض بعض, بعض أساتذة التفسير الدكتور عبد الرحمن الشهري من عندكم في الجامعة زميلي وجاري بهروا قالوا يعني اصطياد رائع الحقيقة لأن, مم. لأن ما, ما, يعذب عليه الشخص أو ينعم هو ذاكرة في صدره مم. وليست في مكان آخر عموما ليس هذا مجال الحديث عن الذاكرة ولكن فيما يخص نقل, نقل القلوب أريد أن أذكر الجميع بأن عملية نقل القلب يهتم الطبيب جراح القلب مم. بجزئيتين أساسيتين وهما الشريان وال وال والوريد مم. لا يهتم بالعصب ولا يهتم ومع ذلك مم. هناك ادله علميه واوراق علميه مثبته تدل بطريقه واضحه جدا على ان عمليه انتقال المشاعر حاصله طبعا هي بزياده او بنقص مثلا الان لما يدخل شخص على شخص عنده مثلا التهاب تنفسي ليس بالضروره يكون 100% انه يصاب يمكن 70% يصابون او 60% يصابون أو 40% ما يصابون وهكذا عمليات نقل القلب ولكن انا اعتقد لو كان هناك حرص اثناء عمليات نقل القلب على على شبك الاعصاب مره اخرى لا كان هناك اشياء اخرى وهناك عوامل اخرى تؤثر برضو ليش انه مش 100% ولكن الحدث نقل المشاعر ونقل الصفات حاصل دكتور نريد نموذج لو تعطينا وتعطي الساده المشاهدين ما فيه ما فيه نموذج يعني عليا. يعني شوف نقل نقل لحاله يعني حالة انا اقول لك انا عن زملائي في الغرب لان عندهم عمليات نقل قلب كثيره زين آه هناك في الولايات المتحده الامريكيه حتى قضايا قانونيه واجراميه من خلال الموضوع هذا اللي طرحته استاذ عبد الملك آه هناك طفله نقل اليها قلب قلب شخص مم. بالغ لكنها طفله يعني كانت في مرحله البلوغ واصيبت بحاله نفسيه شديده من الهيجان بعد العمليه مم. بعد ما انتهت العمليه ومخاطر العمليه. دكتور متى ينقل القلب يعني بعد قبل الوفاه بعد الوفاه او كيف ينقل؟ يعني حينما نتحدث عن نقل القلب يعني الطفله هذه نقل لها قلب، نعم قلب الرجل هذا متى نقل منه يعني؟ هذا يعني هذا موضوع شائك مم. ولكن ولكن وهذا وهذا نقطة الخلاف بيني وبين عدد كبير من أصحاب الفضيلة العلماء الذين يفتون بالموت الدماغي، القلب يؤخذ من إنسان حي. القلب يؤخذ من إنسان حي. حي يرزق. دكتور سنتي على الموت الدماغي لكن الآن ايه؟ الآن قضية نقل القلب هو يؤخذ من إنسان حي وينقل في في خلال وقت سريع إلى إلى شخص الآخر. لكن ما أريد أن أقوله أنا أبغى يعني المستمعين والمستمعات يبحرون في هالموضوع لانه حقيقه شيق فهذه فه الطفله جت نوبات بكاء وفقدت القدره على النوم و ودخلت في حاله رعب م. ف بالتحليل العلمي والتحليل النفسي الاطباء النفسيين قالوا شكل الشكوى حق حق البنت هذه حقيقيه يعني م. مش مصطنعه او انها م. خوف مفتعل مه. وفي النهاية انتقلت إلى الجزء القانوني مه. وتتبعوها مه. وتمكنت من وصف حتى الـ الـ كان في عملية قتل للقلب المنقول تمكنت بصد الذاكرة كاملة نعم نعم نعم, مه. نعم،, نعم. مه. حتى, حتى يذكر أنها وصفت مه. لون القميص مه. لذلك الشخص مه. فالموضوع موضوع خطير طبعا طبعا احيل الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات الى الافلام الوثائقيه التي صدرت بعد مؤتمر ملك الأعضاء وأنا استشرت في بعضها في فيلم وثائقي حقيقة في قناة الجزيرة رائع يمكن الرجوع إليه لكن عملية انتقال المشاعر هذا شيء مفروغ منه نكمل الحديث دكتور عن ملك الأعضاء لكن بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لمتابعة حديثي حياكم الله اعزائي المشاهدين مجددا ونستكمل الحديث عن ملك الاعضاء مع سعاده البروفيسور عبد الله عبد القادر اهلا بك دكتور مجددا اهلا وسهلا سعاده الملك دكتور عبد الله لك موقف وسجلته بقوه فيما يسمى بالموت الدماغي لو تحدثنا عن هذا الجانب نعم قد اكون ذكرت سابقا يعني بعض المفردات التي تدل دلاله قاطعه على ان الانتاج العلمي قد يصل الى مرحله انه مو مو بس يخص علماء التخصص يصل الى تداخلات فكريه وفلسفيه وحتى دينيه وعقائديه فموضوع القلب عندما نتحدث عن هذا العضو الشريف لا بد ان يكون تفرعاته تتفرع الى الجميع بما فيها المعتقد المعتقد الشرعي الحقيقه يعني انا اسجل في هذا اللقاء التحية والتقدير والإجلال إلى أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة <applause> وعلى رأسهم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله كان هناك نوع من الاهتمام التقيت معهم مرتين اللقاء الأول كان أنا كنت حقيقة متأثر موضوع تشريح الجثة الطفل الكندي وكنت أرغب في أن يعمل بآلية التشريح لأسباب علمية في المملكة العربية السعودية فيبدو ان سماحه المفتي شاف, شاف الموضوع شوي شائك فاستضافوني الى هيئه كبار العلماء حقيقه في دار الافتاء التقيتهم وكان برئاسه سماحه المفتي وأطال الله في عمره جلسني جنبه واكرمني بما يعني تقدم وانت تستحق الله يرضى عليك ويجزاك بالخير فالحقيقه من الاشياء الجميله انه كان كان المشايخ يعني متاهب قد يكونوا متاهبين <متحدث> ماذا آه ستقول؟ للجدل <applause> مع هذا الدكتور اللي متعبي من الطب الغربي <متحدث> فعندما بدات الحديث يعني آه يعني الشيخ عبد الله المطلق آه الله يحفظه آه اثنى وفعل فعل حقيقه اخجلني لا اريد ان اذكره في هذه المقابله آه قالوا قالوا ما شاء الله دكتور انت حريص على الجانب الشرعي مه. قلت اكيد انا حريص على الجانب الشرعي لان مه. لا 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 تقاطع ولا تخالف بين العلم مه. العلم والدين الحنيف مه. يعني طبعا اكيد اكيد هناك مخارج شرعيه لكل مه. شيء المره الثانيه التقيت معهم على موضوع الموت الدماغي وكانت مه. الجلسه برئاسه الشيخ عبد الله المطلق أه الحقيقه انا الكلام اللي انا اقوله وهم الحقيقه مهتمين فيه مه. انا اقول انه معظم العنايات المركزه في المملكه والعالم الاسلامي تبعا للمملكه تتبع فتوى 1409 مه. التي انا اعتقد انه طبعا عندما نتحدث عن عن الشرع الحنيف دائره مه. الشرح تتسع لدائرة العلوم وليس العكس صحيح فالعلوم تتوسع ولكنها تبقى تحت مظلة الشرع الحنيف ليه؟ لأن ببساطة مش عشان مش علشان مش أنا شخص مسلم لكن أنا كعقيدة عندما أعتقد بها أن هذا الكتاب صحيح وهذه السنة يعني عمل لها من التفحيص والتمحيص وصلت لنا بدقة شديدة زين فالكلام الموجود إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى والكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهذا حق مطلق نتعامل معك حق مطلق فعندما يكون قائل هذا الحق المطلق هو الخالق الأعظم فيعني <applause> في معليش يعني استغفر الله العظيم ولله المثل الاعلى عندما نتحدث عن السيارات نقول من الوكيل ومن <applause> المصنع صحيح فانا اعتقد الاشارات القرانيه الموجوده في في كتاب الله عن القلب البشري تدل دلاله قاطعه على ان القلب عقل وهذا حقيقه معتقد يعني معظم علماء اهل السنه والجماعه ان القلب عقل عندما ياتي طبيب او باحث او عالم من ابناء المملكه العربيه السعوديه زين ويقلب الطاوله على موضوع المضخه بالرغم من احنا نعترف ان القلب مضخه دقيقه ولكنه في نفس الوقت اداه معلوماتيه عندما نتحدث بهذا وأن انا اعتقد أن يجب وجوبا ان يكون هناك نوع من الحماس من الجانب الشرعي طب دكتور في اطار هذا يعني هل ترى ان نزع الاجهزه مثلا أنا, أنا, في في انا اقول انا اقول المفروض يعني يعني هل ترى جريمه اقصد أنا أعتقد أنها جريمة، نعم. مه. أنا سألت الـ 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 هيئة كبار العلماء في الجريمة. تدخل في شيء قانوني خطير. نعم،, نعم. أنا أعتقد أنها جريمة. مه. أنا أعتقد، أنا أعتقد اعتقاد قطعي، أقابل الله سبحانه وتعالى عليه، بأنه حي يرزق. مه. حي يرزق. بعدين انا حتى يعني يعني هو من باب الاستدلال <applause> ومن باب الاستناره التي يعني الحكمه ظلت المؤمن يعني انا انا لست من يذكر علماء الشرع بما في الشرع يعني هم اساتذتنا جميعا هم واحد من هيئه كبار العلماء عتب علي قال يا دكتور انتم لخبطتونا قلت له يا شيخ اللي لخبطوك يعني يمكن قبل ان ولد <applause> الان دائره العلم توسعت وهذا ما وصلنا له لكن انا انا اريد ان اقول ان أنه لا يوجد وأنا أتكلم كطبيب كطبيب وكباحث في هذه المنطقة لا يوجد ما يسمى بالموت الدماغي ولا يوجد ما يسمى بالموت الكلوي وبعدين يطلعون لنا بالموت العيني والموت الموت هو موت واحد الموت هو توقف القلب والدورة الدموية وانقطاع النفس وظهور علامات الموت الأخرى وللعجب وللعجب أقول هذا لكي حتى الأخوان والأخوات المستمعين والمستمعات سيبهرون بأن تعريف الموت الطبي الذي يتعلمه الطلاب في كليات الطب يكاد يكون مطابق للتعريف الشرعي فأي أي وين المشكلة يا أخوان صحيح فالموضوع أنا أعتقد أنه هناك نوع ما أقول التقرير ولكن هناك نوع من, من سوء نقل المعلومة طبعا الحكاية بدأت في جنوب أفريقيا عام 1969 عندما عملت أول عملية نقل قلب ولها ما لها من يعني لا أريد أن نستغرق الوقت فيها ولكن ولكن الموضوع الان بعد بعد ما يقارب من 45 سنه الان الان هناك حقائق علميه اخرى يعني يجب يجب ان يكون القائد هو العلم والعقل وليس المشاعر وليس العاده وخصوصا اذا كان وخصوصا لنا في المملكه العربيه السعوديه وفي العالم الاسلامي اذا كان يدعمه الجانب الشرعي دكتور تقول ان ان ما يسمى بالميت دماغياً انه حي يرزق تستند على ماذا في هذا الحكم لا لا انا ابسطها ابسطها حتى يعني ابسطها أنت،, انت الان انت الان وانت امامي وانا مم. امامك مم. هناك عشرات الملايين من العمليات الحيويه تجري في جسمي وفي جسمك صحيح زين عمليه تعريف الموت الدماغي مم. التي استند اليها الاطباء وقد وانا و اقول لك يعني حقيقه شيء انا مارسته قد يكون هناك نوع من التهاون حتى في التعريف الطبي محل الجدل فربما ربما يكون غير مقصود يعني يعني, يعني معليش إذا, إذا, إذا كنت لا أستطيع تلقي إشارة كهربائية من الخلية هذا لا يعني موت الخلية لا يعني موت الخلية ال ما, يقول ما يقال لهم موتى دماغيين، طبعا الموضوع هذا موضوع شائك، هناك موضوع موضوع كتاب الدمعه التي التي انقذتني التي الفتها احد ضحايا الموت الدماغي في فرنسا قبل تقريبا ثلاث سنوات عندما اتفقوا مع بنتها انه خلاص بينزعون الاجهزه وانا هذا اقول هذا عمليه قتل، انا قلت لها كبار العلماء، قلت لهم من فيكم حضر عمليه نزع اجهزه؟ قالوا ما في احد، قلت لهم انا شفتها أنا ما كنت في تخصصي كنا نمر في عملية نزع نزع هي عبارة كأنك تمسك واحد وتقتله يعني باللغة الدارجة يفرفش ويموت خنق عملية خنق فهذه المرأة ما يقال له الميت دماغيا وانا اقول العليل دماغيا هذا اللفظ الأفضل, الافضل اشبه ما يكون بمفهوم عند الناس غيبوبه مثلا هي هي, هي هناك نوع من البصيره الان البصيره اللي انا وانت فيها وهذا موضوع كبير وهو في النهايه موضوع موضوع ابحاث مستقبليه لكن البصيره اللي انا وانت فيها ليش انت تسمعني وانا اسمعك ونتواصل بدقه شديده؟ لان الله سبحانه وتعالى خلق عندك معطيات تستجيب لموجودات فيزيائيه عندي وعندك زين؟ هذه هي البصيره ولكن هناك بصائر اخرى هناك بصائر اخرى من يغمى عليهم عندما عندما استردوا عافيتهم تكلموا كلام عجيب كانوا يسمعون الاطباء هذه المراه الفرنسيه عندما ضغط على بنته وقالوا انت يعني المستشفى تكلف المبلغ الفلاني والدوله م. تكلفت المبلغ الفلاني جابوا قالوا الساعه 9:30 يوم الاحد من على العزيزه عن والدتك وقعت عندما وقعت البنت الام ذرفت منها دمعه ذرفت منها دمعه فعندما ذرفت عندما البنت رأت دمعتهم قالت لا لا لا, لا أنا وقفت ترجع. بطلت القصة مه. فمزعت الأوراق وقالت خلاص لا أنا أطالب علاجة فهم قالوا إحنا ليش ما نسمع كلامها مه. وكونوا فريق من 15 طبيب من, من أكابر متخصصين في المجال مه. 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 وبعدين في النهاية وجدوا أن ما يسمونه مواد هو عبارة عن مرض نادر مه. وتمكنوا من علاجه وقامت وتمكنت من الحياه وكتبت هذا الكتاب الدمعه التي انقذتني هل نقول ان الموت الدماغي قابل للعلاج؟ والله شوف انا اقول لك هو, هو هو ليس قابل للاهمال، هو عندما اقول قابل للعلاج لا اريد ان احد يحاسبني على هذه لكن انا اقول انهم احياء يرزقون وهذا معناه انه هناك اليات يعني ليس قتل هؤلاء هو علاجهم دكتور دعنا ننتقل إلى محور آخر للحديث أنت أيضا قمت بثورة أخرى على الشركات المصنعة لأدوية ما يسمى بالكوليسترول وقامت الدنيا ولم تقعد نشير إلى هذا الأمر أخي الكريم هي هي مش مش موضوع ثورات هي يعني زي ما زميلي اللي قابلني في المكتب أمس يقول دكتور أنت عندك القدرة على رفع الراية يعني إذا الله سبحانه وتعالى وفر لنا خصائص معينة وتمكننا من الوصول إلى حقيقة معينة يعني الإنسان في النهاية مسؤول، يعني أنا أعتقد أن طبعًا إحنا نتكلم بلغة علمية راقية وبأسلوب و و علمي ونتكلم بحقائق وبلغة و مؤتمرات ما نتكلم مؤتمركم يقول أنها لا تؤذي يعني يقول أنها ليس لها أي آثار سلبية يعني لا لا عفوا هذا هذا ليس مؤتمر ملك الأعضاء قد يكون في خلط في المؤتمر ملك الأعضاء يقول بأن نظرية الكوليسترول من أكبر الكذبات الطبية في التاريخ. مم. نعم، هذا ما نقوله في مؤتمر ملك الأعضاء، والآن ال 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 القيادات العلمية في الغرب مم. بدأت تظهر بها، في مؤتمر مؤتمر ملك الأعضاء عندما أتينا بأكابر رجال الرجال المتخصصين في هذا العلم، مم. دعيت أكبر شركة تصنيع كوليسترول في العالم، مم. قلت لهم جيبوا المتخصصين حقكم فيعني آه يعني بدا بدا عديم الحجه الرجل امام <applause> الجميع طبعا مع احترامنا للقامات كل من حضر من القامات العلميه ولكن احنا عندما تقول اخي الكريم ثوره احنا ما عندنا ثورات احنا نتحدث بلغه المؤتمرات اللغه العلميه البحته الصرفه التي يتناقش فيها العلماء بلغه العلوم حسب افضل ما توصلنا اليه في ذلك الوقت احنا ما عندنا ثورات انما هي انما هي خلينا نقول اعلان لحقيقه او او انكار انكار لباطل انا عندما اعلم ان نظريه الكوليسترول بنيت على باطل وان هناك تكبير وتضخيم نظريه الكوليسترول خلى العالم كلها يخسر ثلاثة تريليون تقريبا في السنه دكتور على ادويه الكوليسترول لو نبسط يعني تقول انها كذبه نبسط هذه الفكره اكثر للمشاهد آه قد يكون الموضوع آه يعني فاجعه على الجميع آه نحن نشكك في دور الكوليسترول مستويات الكوليسترول التي يعالج عليها معظم المرضى في العالم في عمليه تصلب الشرايين بل على العكس تقولون ليس لها علاقه بل على العكس نقول ان ادويه الكوليسترول ضاربه للقلب وقد تعجل بعملية تصلب الشرايين هذا كلام خطير يا دكتور كلام خطير كلام خطير لكن يعني أعتقد أنه الأمانة العلمية تستدعي أن أقول هذا والعلمك يعني إذا كان يتحدث يعني إذا كنا نتحدث عن يعني عن 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 بعض الاشياء السهله الممتنعه عندما ننظر الى كتاب الله فيما يتعلق بالشحوم اي أيوة على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لا صادقون مه. وكأن المولى عز وجل يعلم مه. بكذبة الكوليسترول في سابق علم سبحان الله العلي العظيم مه. يعني هل الله سبحانه وتعالى يعني بدون علمنا مه. أترك الدكتور عبد الله العبد القادر ومؤتمراته مه. وأترك ما يقول ما تقوله مجموعة العلمية مه. يعني هل الله سبحانه وتعالى يحرم على اليهود خبيثة لا بد أن يحرم طيبة فالشحوم من الطيبات <applause> بل على العكس احنا طبعا الكلام هذا فيه في توسع كبير بل على العكس معظم مجموعته العلميه من العلماء اليهود ديفيد دايموند وزملاء للعلم آه وللحقيقه وللتاريخ تعرف انه انه الكوليسترول الذي ناخذه بالغذاء له دور بسيط في رفع الكوليسترول في الجسم تقريبا 80 الى 90% من الكوليسترول اللي في الجسم من انتاج الكبد رضينا ام ابينا تدعون احنا نتصالح مع الدهون اذا دكتور تصالح مع الدهون بالنظريه بالنظريه الازليه كلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا انا ادعو الجميع انه يكون 40% من نسبه طعامهم شحوم ليه عشان تخف اوزانهم شوف الكلام فيه, يعني فيه نوع من الغرابه صحيح عشان تخف اوزانهم ليه؟ لانك اذا اذا اخذت 40% من اكلك شحوم هذا سيكون له دور كبير في, في صد الشهيه مم. والاحساس بالشبع فيمنعك عن الكربوهيدرات السكاكر <applause> والأشياء الأخرى اللي هي أصلاً نعتقد أنها هي هي السبب الحقيقي في تصلب الشرايين. دكتور دعنا نذهب إلى محور متعلق بالمستوى الثقافي ونطرح قضية جدلية ثقافية أن هناك ناس يقولون بنظرية الصراع الدائر بين الدين والعلم وأن الآخرين تقدموا بسبب أنهم تخلوا عن الدين تماماً ولذلك انطلقوا في المجال العلمي. أنت من خلال أبحاثك أثبت العكس. أنت استنت دائماً أو او اغلب الاحيان الى الدين لتنير سبيل العلوم لو تحدثنا عنه والله يا اخي الكريم في عام 2006 كنت استقبل الشيخ سلمان العوده من المطار مه. وكنا متجهين الى الى الفندق الى الفندق في داخل الدمام مه. وكان في الطريق حتى يسالني يقول لي دكتور انتم عندكم دليل على ان القلب عقل مثل ما هو في الكتاب والسنه في ذلك الوقت اجبت اجابات يعني زي ما تقول حواشي مه. وهي اجابات رئيسيه مه. لكن كان عندنا معتقد كان عندنا معتقد داخلي بان باننا كمن يدخل غرفه مظلمه اننا باذن الله واصلين واصلين وهذا اللي حدث يعني عام 2012 وصلنا الى مرحله التكريم العالمي في هذا الموضوع, الموضوع 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 انا اعتقد انا على فكره لا, لا اريد ان احسب على الجانب الشرعي ولا على اي جانب اخر يعني انا افتخر بما اعتقده من يعني من ابن المملكه العربيه السعوديه وانا اتكلم بلغه علميه بحته، مم. انا اقول آآ ليش آآ حاله عدم التصالح مع كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مم. خصوصا اذا لقيت فيها الحكمه مم. بل هي راس الحكمه، مم. فموضوع القياده احنا نظهر الى المجتمعات العلميه مم. بصفتنا علماء واطباء، مم. احنا ما نظهر بالصفه ولكن اذا اذا شفت موافقات شرعيه اقفل فمي؟ هذا شيء مو طيب الحقيقه صحيح أي. صحيح. دكتور تتحدث عن تواصل الطاقه القلبيه البشريه مع مجالات الطاقه الاخرى والتي تتصل بموجات تردديه معروفه الى أو معروفه الى التواصل مع الفضاء الخارجي ومنظومه كونيه كامله وقلت ان القلب هو مركز هذا الكون أليست هذه مبالغة أيضاً؟ لا ليست مبالغة هي الحديث عن فيزياء وأطوال موجية مم. إحنا عندما نتحدث عن المجال الكهرومغناطيسي للقلب الذي يساوي خمسة آلاف ضعف المجال الكهرومغناطيسي للدماغ مم. للشخص الواحد عندما تتكلم عن البشرية اللي فيها سبعة بليون نسمة الآن التعداد سبعة بوينت مم. ون الآن مم. بليون نسمة مم. كل واحد منهم ينتج كمية من الطاقة القلبية الضخمة مم. زين. على هذا الكوكب وهذه الطاقة هي عبارة عن طاقة نابضة تنبض في كل في كل دقيقة تقريبا 75 إلى 85 مرة في الأحوال الإعتيادية وتنقص أثناء النوم وتزداد أثناء الانفعال أو <tudian> المجهود الجسدي أليس بهذا شيء عظيم ثم إذا ثبت إذا ثبت التوافق الموجي بين القلب البشري والدماغ الذي الذي في هذه الجمجمة مع أطوال موجية عليا ثم إذا ثبت إذا ثبت علاقة هذا بالرياح الشمسية، ثم إذا ثبت علاقة هذا بأحداث تحدث على الأرض بدقة شديدة مثل آآ ثلاث أربع أيام قبل قبل انفجار شمسي تحصل تغيرات على الأرض، ثم تحدث تكتلات من, من حدوث حالات احتشاء عضلة قلبية، موت فجأة، آآ اكتئاب آآ يعني هل النبض القادم من السماء يشير إلى أننا لسنا وحدنا على هذه البسيطة؟ نعم هذا موضوع آخر لكن أعتقد بقوة نعم يعني نعم كان كثير هذا الحديث كثيراً نعم يعني سابقاً وكان في مستوى فقط التخمينات لكن والله أنا ما أعتقد هل هل تتوقعون؟ أنا ما أعتقد تخمينات أنا أدعو مم أدعو مم لإهمال أدعو كل من يريد أن يبحث هذا الموضوع إهمال كل شيء ولا يشوف الإنترنت ولا يشوف شيء يذهب إلى كتاب الله وعلماء اللغة كيف يقرؤون كتاب الله؟ انا اعتقد فيه من الادله التي تكاد الى الى تكاد تصل الى درجه القطعيه في الموضوع هذا. مم. دكتور ما هو السؤال الذي يلح عليك دائما وتريد ان تطرحه فيما يتعلق بملك القلب مستقبلا؟ في الفتره آه القادمه نتحدث. الحقيقه ما نحن فيه الان بفضل مم. الله سبحانه وتعالى احنا تعدينا عده مراحل في المرحله الحاليه ما يشغلني كثيرا أنا ويشغل مجموعتنا العلميه مم. هو النظر الى ما ما يمثل وحدة الكون ومركزها هذا القلب البشري الآن مثل ما أشرت في المقدمة أنه نعتقد كثير من الأسرار من العالم المجهول للإرادة البشرية ولحالة الصحة والمرض وللسلوك البشري وللمشاعر البشرية يمكن أن تجمع في كتلة واحدة قال بها الأولون ونقول بها الآن نحن نؤمن بوحدة هذا الكون وإذا قالها الأولون من باب وحي وسنة فنحن نقولها من باب من باب علوم حديثة يعني هذا الكون العظيم هو تحت إرادة الله سبحانه وتعالى وأنا هذا اعتقادي الشخصي وتفسير العلمي التجميع العلمية لما يجري وما جرى أن يعني كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى وكل شيء في اللوح اللوح المحفوظ وينفذ بدقة شديدة بأمر الله سبحانه وتعالى عن طريق الأجهزة الحية وغير الحية دكتور فيما تبقى من وقت الحلقة دعني أسألك أول قلب شرحته ماذا قال لك؟ آه ماذا قال لي؟ طبعا لا شك آه تذكره دكتور؟ أذكره نعم أذكره آه لا شك عندما, عندما تضع القلب في يدك هناك لغة وهناك حديث يعني في يوم من الأيام كان هذا القلب في صدر آه إنسان أو حقيقة كانت إنسانة أم آه <applause> آه لها أبناء <applause> آه لها مشاعر لها أحاسيس لها أمنيات الآن هذا القلب هو بين أيدينا لا يبقى يعني تزول الأشياء ويبقى العمل والذكر هذه الرسالة اللي أريد أن أقولها الشكر كله لك سعادة البروفيسور عبد الله بن عبد الرحمن العبد القادر على تلبيتك دعوتنا وحضورك حلقة كريم. الخلاصة الله يرضى شكرا جزيلا لكم وأنا حقيقة شاكر لهذه الدقائق وأرجو من الله العلي القدير أن تكون مثمرة وتكون التجربة التي ذكرناها ذات فائدة لجميع الطبقات التي تستمع لنا شكرا جزيلا وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم هي خلاصات للمعرفة خلاصة الفكر والقلم والمبضع خلاصة التجارب التي تضيف للمجتمع والناس التطور والخير دمتم بأمان وإلى الملتقى في خلاصة قادمة بإذن الله دكتور عبد الله ندعوك لكتابة خلاصة خلاص. شكرا جزيلا شكرا